من منطلق إيماني شديد بإن اللي عايشة ما يشوف، والأزمات بتعلم أكتر من أي موقف تاني في الدنيا، فأنا قررت إن أنا أستفيد من تجربة رائدة بتحصل في مصر حاليا. يعني هي تجربة الفنان الموسيقار العبقري حمو بيكا. بيكا يا جماعة ظاهرة، ظاهرة تدرس أقسم بالله، اللي هو يعني انت ده واحد الله اكبر الله اكبر اللهم صل على كامل النور غراب الجيل، والله ربنا يبارك له. واحد طلع من ماينس 7000 تحت الصفر، يعني انا مش عايزه اقول الصفر، هي يعني برضو مش عايزه ابقى منحازه قوي عشان انا من المعجبين وبتاع. ف والراجل ما بقالوش فتره طويله، بصوا ما علينا، هو طلع حبه حلوين، يعني هو طلع الله اكبر حبه حلوين، ف يعني وفتره قليله قوي. فإن إزاي أنت بقى تستفيد من تجربة الفنان الرائد ده وتعمل هدف لحياتك وتطور من نفسك؟ فأنا دورت لقيت إن السر في الثقة بالنفس. أنت سمعت عن الثقة بالنفس؟ عمرك شفتها؟ ما شفتهاش. تعالى بقى أشوفها مع حمو بيكا. إن إزاي إن الله أكبر أنت تبقى ولا صوت ولا لحن ولا كلمات خالص يعني، ولا أنت مثلا يعني سو هانسون فإحنا هنرمي الكلام ده كله في الزبالة ونسمعك، او سوري يعني نعمل ميوت ونتفرج ما علينا من نسمعك. وبعدين برضو تقرر ان انت تبقى مطرب وتقتنع بده جدا وتنزل تعمل اغاني ومهرجانات وتعدي تعدي بقى. الراجل ده يا جماعة وصل لمرحلة من السلام النفسي ويعني الرضا بما يعني كتبه الله، ان هو ما يهموش يعني ثبات انفعالي يخليه ما يهموش ان انت بتدخل تعمله وش غضب. هو قالها وش غضب اللي هي ديسلايك، يعني ان ما هموش ان الناس تشتمه. هو اعتبر ده نجاح ونجاح ساحق وانا مبسوط وانا ده انتشار ليا والله انا كده كويس. وبعدين كمان يا جماعه في الكرياتيفيتي، تعالوا لي هنا بقى، تعالوا نتكلم في الكرياتيفيتي، تعالوا نتكلم في الابداع. انت هتستفيد ايه انت كمطرب لما تتكلم كلام اللي الناس كلها بتتكلمه؟ تميزت في ايه انت كده؟ انت المفروض ان انت تعمل حاجه جديده، المفروض ان فنك يبقى ذو محتوى وليه هدف، فانت لازم تحرك دماغ الناس. فانا لما اروح اقول للناس بدل رب الناس ميزنا بميزه واديها لهم على الجاهز كده ما يتعبوش فيها، انا اقول لهم رب الناس ميزنا بميزه. يعني بصوا بقى الابداع، بصوا الكرياتيفيتي، التركايه ان انت تقول للناس حاجه ما حدش فاهمها خالص، يعني ما حدش فاهمها، فالناس مخها يشتغل، فنمرن عضلات الدماغ، فعضلات الدماغ لما تشتغل نوصل احنا بقى ان اكيد يعني دي بالويم كده هي قصدها ميزنا بميزه. فانت هنا ايه بقى، انت اشتغلت على الكرياتيفيتي، انت عليت الحس الابداعي عند الناس. الله الله عليك يا حمو، والله العظيم يعني مش عارفه اقول لك ايه، توشكا مش عارفه البلد من غيرك كانت عملت ايه والله العظيم. فانا عايزاكم تستفيدوا من تجربه الرائد الفنان حمو بيكا، واطلعوا بقى من القاعه اللي انتوا فيه ده. يعني الناس اللي لسه لحد النهارده بتسمع عمرو وتامر ومنير، انتوا في ايه؟ يعني انتوا متاخرين قوي، متاخرين قوي والله العظيم. يعني حاولوا اطلعوا كده وارتقوا، وسيبوا القاعه بقى علشان نزدحم، ارتقوا واطلعوا معانا يا جماعه، اطلعوا معانا، اسمعوا الابداعات الفنيه الفظيعه، استفيدوا من تجربه الرائد الفنان الموسيقار العبقري اللي يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب ما تجيش منه تاني حمو بيكا. فخليكم فاكرين السر في ايه؟ الثقه بالنفس، الثبات الانفعالي، والابداع، اهم حاجه الابداع. خليك مبدع، حتى لو ابداعك ده وحش مش مشكله، خليك مبدع، خليك ثابت على موقفك، عندك ثبات انفعالي، عندك سلام نفسي. ليه بقى؟ عشان انت لما تبقى زي حمو بيكا وما يهمكش، هو الله اكبر بقى ترند، انت بقيت ايه؟ ولا حاجه. انت بقيت ايه بقى؟ بشهاداتك، بكورساتك، بصوتك الحلو، بشكلك اللي زي القمر، انت بقيت ايه؟ بالايام اللي انت مكفي فيها على وشك، على الكتاب ولا على الآلة بتاعتك ولا على في مصنعك ولا عشان تعمل حاجه، انت بقيت ترند؟ انت بقيتش ترند. حمو بيكا بقى ترند، انت ما بقتش ترند. انت حد يعرفك؟ انت ما حدش يعرفك. حمو بيكا في ناس تعرفك. انت كسبت فلوس؟ ابدا. حمو بيكا دلوقتي يعني بقى عنده من كم من الفلوس الله اكبر اللهم صلي على كامل النور ربنا يبارك له يا رب، يخليه يقول كلمه اخصام عادي من غير ما يحس ان فيها حاجه غلط. هو جمع خصم على اخصام، فهو متخيل دلوقتي ان هو ليه خصوم طمعانين فيه، وحضرتك كل مشكلتك ان الكراش بتاعتك مش عارف تفتح معاها كلام على الفيسبوك. حمو بيكا، حمو بيكا يا جماعه، اقدم لكم حمو بيكا، حمو بيكا يا بلد.
حسبي الله ونعم الوكيل.